مثلا تقدم فرصه. لما تكلمنا مثلا على نعطي ثقه على انا ما كملت موضوع التجاره الالكترونيه حاليا منتشره جدا. طيب هاي الشركات اللي تبيع حتى ممكن الامريكان ولا الجرير وغيره من المكتبات هذه اللي تبيع تشتغل بالتجاره الالكترونيه. ابقى المستخدم عاده خارجيا دائما يدخل على دخل على الصفحه الرئيسيه لموقع احدى الشركات اللي تعمل تجاره الكترونيه يلقى عليها سيل او بصمه تبع المحاسب القانوني. ايوه تعطي الثقه، كيف انا بتعامل؟ انا بدفع بكريدت كارد. طيب شو تراني انها وين تروح هذه؟ هل فعلا جماعه يعني البروسس داخل الشركه هذه جيده؟ من يعطيها الثقه؟ من يعطيني الثقه اني اتعامل معهم؟ جميل، وهذه كيف تحصل عليها الشركات؟ وهذه من الخدمات اللي ممكن تقدمها المحاسبين لكن غير معروفه. فهي السوق موجود، بدا بالخدمات هذه مؤخرا من السنوات الاخيره. فموجوده في فرصه. ما تتكلم على شيء خيالي، لا، شيء موجود بالواقع السوق، وصل عندنا في المجتمع، وبالتالي انا كان اقدر استفيد منها بعد ما ناخذ دوره كامله، دوره الفرصه، ونتاكد انها قابله للتطبيق. يعني معناته انه لابد ان يكون هناك ريزلتس يعود عليكم انتم في الشركه لكي تقبلوا، والباحثين يبحثون جوا الشركه. اذا انا ما كان في ريزلتس اعتقد ان هذا راح يكون. يعني الباحث ابتداء اللي الف مثلا كتاب ويكون ضمن اجزاء بحثه بيبحث في الشركات، لازم الشركات يكون عندها قيمه مضافه لهالبحث تستفيد منه لكي تقوم بدعمه، صح ولا لا؟ اكيد. او تقف معه. اكيد. بدون فائده غالبا لا يتقبلون. اكيد. انا اعتبر اشبهها بالدراسات، مثلا بالدراسات اللي تتم تطلع فرضيات معينه، هذه يمكن ثلاث فرضيات قد تكون غير صحيحه، تصل انها لا يمكن تطبيقها، فرضيه واحده. فقد يقدم في تجد احدى الفرص مناسبة أو جزء من الفرصة يمكن تطبيقه ويعود عليك بالنفع وبالتالي تقبل. كيف تقيمك للفرصة؟ واحد من عشرة، تقييمك للتجربة؟ أنا أقيمها كأول مرة كتجربة لنا، أعتقد أن الآن القيمة بين 7 إلى 8 من 10 كأول مرة، لأن تجربة جديدة أيضا لنا. نحتاج أيضا يمكن بعد فترة إذا نقيم المنتج الجديد مثلا اللي بدأنا فيه، هل فعلا المنتج استمر وعليه طلب؟ بالتالي ممكن إذا تطبقه في فرص أخرى قد تكون متاحة. جميل. دكتور محمد كيف تقييمك للتجربه؟ تجربه تاليف التشارك. واحد من 10. انت الفت مستقلا والفت بالتشارك. تقييمك للتجربه، تجربه التاليف التشارك 1 من 10، كم تعطيها؟ لا انا اديها الدرجه النهائيه بسبب. العشرة. لان في حلم كمان. الهام. جدا ممتاز. دكتور بدر. والله يعني صعب ان اعطيها تقييم نهائي بدون ما ادخل في تفصيل محاور التقييم، وايضا يعتمد كثير على التجربه التي خطها بالتحديد مع اخي محمد، فما اقدر اعطيها علامه عامه كتاليف تشارك اجتماعي، ولكن تجربتنا الاخيره هذه انا اعطيها قد يكون مثلا 7.5 من 10. جميل. والدرجات الباقيه لو كان اعطيها انه بذلنا جهد اكثر واثنين، يعني انا اشوف المنتج النهائي جيد. جميل. ولكن كان من الممكن مثلا لو بذلنا فيه كان جهد اكبر، كان في وقت اطول، كان قد يكون في طبعه تاليه. ليش؟ من مانع؟ من مانع يكون الطبعه الثانيه تكون مطوره؟ يكون مطوره بشكل. من مانع ان الطبعه الثانيه تكون انفوجرافيك؟ معنا اخ بلال يعني ما شاء الله شركه متخصصه بالانفوجرافيك. نعم. ممكن يقدم المحتوى هذا كله بطريقه الصوره البصريه يعني. ما يمنع. نعم. جميل. يعني لو قدر لك ان تخوض التجربه مره اخرى حتخوضها بغض النظر عن دكتور محمد. نعم. والعكس صحيح. نعم. تخوضها مع شخص اخر غير بدر. بدر بس هو اللي جمعنا رؤيه حلم. ماشي. لو جاء واحد ثاني جمعك معه حلم يكفي الحلم انك تاخذ التجربه معه؟ الالهام مهم جدا لانه بوصلك تجمعنا مع بعض. نحن الالهام اللي جمعنا ان احنا نعمل في الفرصه زي ما حصل في الجوده. جميل. جميل. والحقيقه انه نموذج التشاركي، نموذج تشارك مؤلفين في كتاب واحد، وايضا تدخل مؤسسه ليس لها علاقه بصناعه النشر والتاليف والكتاب، وتساهم في بناء دراسه الحاله ضمن هذا النموذج، هذا يعتبر انا في رايي الشخصي، انا لم ارى في المكتبه العربيه كتاب يتحدث بهذه الطريقه او يعمل بهذه الطريقه، بطريقه التاليف التشاركي اللي هو فكرين مختلفين، وايضا يكون داعم لهم شركه قدمت دراسه الحاله ضمن النموذج. اختبار لكل كلام. بالضبط. الكتب. وانا الحقيقه اهنيكم على هالفرصه، الحقيقه انا يعني
نادرا ما تاتي فرص بهذا الشكل او تاتي كتب ومنتجات بهذه الطريقه. يعني كان ودي بس اعقب انه قد تكون هذه الفكره جديده على تاليف الكتب في المكتبه العربيه، ولكن الفكره هذه موجوده بكثره في الاوراق العلميه، طبعا ما بشكل مراجع اجنبيه، ولكن حتى في مراجع عربية. انا سبق لي تاليف مراجع عربيه كورقه علميه، اوراق علميه، اوراق علميه مع مؤلفين. لانك نقلت المنهج العلمي لتاليف الكتب. بالضبط، ما هذا التحدي دكتور. التحدي الان انه ينتقل من ورقه علميه سبع صفحات، ثمان صفحات، عشر صفحات، او فكره الى كتاب منتج. صحيح. لان المنتج، لان الكتاب تختلف ادواته. صحيح. وطريقته، وايضا استثماره، وفي ناشر، وفي عقد، وفي توزيع، وفي طباعه. يعني فانت تتكلم عن بروسس، انت كملت 20% بالورقه العلميه وانتهت في تقديم الورقه العلميه في المؤتمر وانتهى. هنا لا، في خطوات كامله تم اضافتها. يا ريت والله ننهي المنهج العلمي في مجالات اخرى غير التقليد. كيف كيف دكتور؟ كيف نقول؟ اذا بين السطور واضح. يعني للاسف في حياتنا السياسيه وحياتنا الاجتماعيه والتربويه بنهدم كل الف به علم. يعني اللي بنعمله في المعامل في ازدواجيه، المنهج الذي يستخدم في المعامل يتم هدمه خارج المعامل. ايوه. يعني تلاقي واحد استاذ جامعه واكاديمي جدا مثلا، وزي تجربه عندنا، ممكن يكون يوصل لنوبل، ولكن يتعامل في مساله مثلا خاصه بجامعه ولا في اسكندريه يصير عليها مشكلات مناقض تماما لقواعد العلم قواعد اللي فاز بها جائزه نوبل. للاسف للاسف نحن نقول هذه التجربه مع المؤلفين، وانا اقول لكم اياها بكل صدق الان، ذكر الالقاب العلميه على الغلاف ممنوع في العالم الغربي، ممنوع، يعتبرونه نوع من الاستغلال المنصب العلمي في شيء تجاري، هذا يمنع ان يذكر. احنا الان من سنتين او ثلاث سنوات منعنا ذكر الاسماء او الالقاب العلميه، واجهنا باصدام بحاله من اكاديميين وناس محترفين في الصناعه. فانا اشكركم انكم تجاوبتوا معنا على هذا المنطق، لانه هذا ما نعتقده في المعمل غير ما نطبقه في الواقع. يعني هتتحل كثير من مشاكلنا لو اخلاقيات العلماء في المعمل طلعت على مجالات اخرى غير المعمل الى حال يومي. جميل. الى التعاملات في مجالاتنا تجد كثير من العقد تسقط، وكثير من الاوهام والخرافات تسقط. طيب. جميل. طيب سؤال اخير. ذكرت في احد الملاحق الذكاء الاقتصادي. ممكن تعطونا نبذه وش الذكاء الاقتصادي؟ ايوه، فكره الذكاء الاقتصادي عفوا هي فكره جت من ايه؟ ان لقوا ان الموقف من التغيير اربع مواقف. في شركات او دول او افراد يصنعوا التغيير. هم اللي ايه؟ اللي بيصنعوه. دي مش كل طبعا شركه تصنع التغيير طبعا. مظبوط. واخرون بيتكيفون مع التغيير. الشركه تتكيف من التغيير مع التغيير كبديل للاختفاء. لان ان لم تتكيف مع المتغيرات تختفي. وطبعا وده شائع. ده الشائع. التكيف مع الايه؟ مع التغيير، المنهج التقليدي الشائع. ان انا متغير بتعامل معاه، احاول ايه؟ اقلل خسائري قدر الامكان، واذا كسبت كسب محدود، المهم الا اختفي واخرج من السوق. يعني ده شائع. وفي اللي هو بيتناقض وبيقاوم التغيير، ودي الشركات اللي بتختفي. فانتم بتتكلمون عن الذكاء الاقتصادي انه يكون انسان ذكي، يعني لا، الذكاء الاقتصادي بقى لا يتكيف ولا يقاوم التغيير ولا يصنعه، ولكن يستثمره، يحوله الى التغيير، يحوله الى فرصه للتعلم والربح. جميل. وكيف يكون الذكاء الاقتصادي ده الجديد اللي طالع؟ ان معظم النجاحات التجاريه الان للشركات مش هي اللي صنعت التغيير ابدا، هي استثمرت التغيير، حولت هذا التغيير الى فرصه. وده اللي قايم عليه مفهوم العمل بتاع اداره الفرص، ان معظم اداره الفرص بتتعامل مع متغيرات. مثلا زي مثلا المعايير الدوليه للتقارير الماليه المحاسبيه دي، ده متغير. في يقول لك نتكيف مع هذه المعايير انها جايه في 2017 كانه امر الواقع، امشي مع امر الواقع. في اخر لا، يقول لك لا، ده في البند رقم كذا في المعايير الدوليه في فرصه للابداع في مجال المشاريع الصغيره والمتوسطه لو طبقوا المعايير الدوليه. ده طلع لفرص، يعني طلع من بالظبط. في موقف اخر بيسموه ذكاء الاقتصادي، مش موقف تكيف، لا، موقف اهم من التكيف، اللي هو زي ما الواحد يعدي بازمه. في واحد يتعامل مع الازمه،
ان هو يقلل خسائره قدر الامكان من الازمه خلاص. وفي واحد لا يستثمر في الازمه، يعني يستفيد من الازمه. وهذا ما تقصدون بالذكاء الاقتصادي؟ هذا مش اللي هو الاستثمار في التغيير، ان منظور التغيير على انه فرصه للتعلم والربحيه. ولذلك معظم المصادر العشره للفرصه كلها مصادر متغيرات. لو بصينا المصادر العشره كلها متغيرات داخل بيئه العمل في مجال العمل بتاعي وخارج بيئه الايه؟ العمل. الكتاب الكتاب يقدم لنا كيف نكون نحن كقائدين عاديين عندنا ذكاء. اه بالظبط. يقدم لنا. اه يقول حتى بيسميها المراقبه الاستراتيجيه لها مصطلحات. هو طبعا ده مصطلح الذكاء الاقتصادي ظهر عام 2015 جديد وكاله اسمها جديد يعني اه وكاله اسمها فاركو وكاله فرنسا. هذه الوكاله متخصصه فقط في عمل مراصد الاعمال بس. يعني بتساعد الشركات على انها ازاي تبحث في مصادر الفرص وتحلل وتقدم تقرير بالفرص وخلاص. لذلك معالجات الفرص اللي موجوده في المراجع العربيه والاجنبيه كلها معالجات جزئيه. احنا حاولنا بقى نتخطى فكره من مراصد الاعمال الى نماذج الاعمال. جميل. يعني نطلع من مجرد الرصد الى تحليل الفرصه الى تحويلها الى ايه؟ استثمار الى دوره كامله. فكل ما حدث في هذا الكتاب ان هو معالجه كليه شامله بيوفر دوره استثماريه زي كده اداره الجوده لها معايير ومقاييس الاول، معايير ومقاييس الفرصه، وبعدين في خرائط رصد وبحث، وبعدين في راصد بيطلع تقرير مكتبي بيطلع زي راصد التقنيه بيطلع في مجال المحاسبه والمعلومات. وزي راصد العبيدي زي راصد اللي بيكمل في الاول، ما هو بيكمل الدوره بعد كده زي ما حصل في التجربه في راس الحال، ان انا ما بكتفيش بالرصد زي ما عملت وكاله فايكو مثلا. لا انا بكمل. انا بكمل بقى بشوف التحليل المنهجي للفرص التي توفرها هذه المتغيرات الجديده. وبعدين اقيم بتقرير جنب افضل الفرص، وبعدين الفرصه دي ازاي احولها الى نموذج اعمال بزنس موديل. جميل. وبعدين اختبره واجربه وابيعه الاول قبل ما يحصل تدشين. تجربه البيع ممكن تفشل، ما في مشكله. جميل. الفشل جزء من العمليه، جزء من البروسس، من تدشين منتج. جميل. وبالتالي ما بنخاف من الفشل. جرب بيع المنتج قبل ما ينزل السوق. يعني تبيع ثم تنتج وليس العكس. تنتج ثم تبيع. دي منهجيه ناجحه جدا بتدي نوع من الامان. وانا جرب، انا كنت دايما اقول لابد من ثلاث عملاء قبل ما ندشن المنتج. يكون عملاء باعوا ودفعوا. جميل. اقتنعوا بالفكره. اذا ما قدرتش تجيب ثلاث عملاء يبقى تعرف ان في حاجه. معناته عندي مشكله فمعك في المشروع. يبقى اقلل الخسائر. خلاص سويت الدراسه وانتهيت من الموضوع. ففكره الذكاء الاقتصادي محصوره في حاجتين، اللي هي الاستثمار في التغيير، واهم حاجه في انك تعمل دوره كامله، وانك تجرب تبيع التجربه، تعمل اختبار زي المنهج العلمي، انك انت تختبر فرضياتك قبل ما تعلن عنها. جميل جميل جدا. هي كيف دكتور، عطنا كلمه اخيره عن تجربه التاليف، تجربه التاليف في الموضوع. تجربة تمزج فيها ما بين العلم والممارسة العملية في التأليف نفسها، كيف تقيمها؟ السنة هذه كانت سنة حافلة لي، سنة 15 و 16 لأني أصدرت فيها أول كتابين بالتزامن. الكتاب مع أخي محمد في إدارة الفرص، وكتاب آخر كتبته أنا مستقلا كمؤلف منفرد، وعملت عليهم في نفس الوقت.